رحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع المكونات الغذائية، وفي هذه الحلقة نتكلم عن حبوب هذه الحبوب التي بدأنا هناك أنا وآخر علي، تكلمنا عن السمسم. في هذه الحلقة نتكلم عن الحلبة، ويعني الفينيغريك، هذه الحلبة سميت الحلبة لأنها تدر الحليب عند المرء المرضع. ومن العادات يعني المغربية، أظن المغاربية وليس المغربية، يعني عربية، يعني عادة جيدة، أنه كان المرأة لما تضع لازم يعني أكل الوجبة لازم يكون فيها عدس وحلبة ودجاج بري، لازم يكون يعني هذا شيء نسميه الرفيسة في الجزائر، كنظن يسميها الجغجوغة وأشياء هكذا، كبسة في الدول الشرقية. وهذه الرفيسة في المغرب يعني بهذا المصطلح، هو يعني كانت تهيئ من خبز القمح، ولكن لا بد من الحلبة. الحلبة هي الشيء القوي في هذه الوجبة بالنسبة للمرأة الوضع. لماذا؟ لأنها يعني تنشط يعني هذا تكون الحليب في الثدي، وهي تدر تزيد في الحليب، وسميت هكذا الحلبة. لماذا؟ لأن فيها بعض المكونات التي تساعد النظام الهرموني الذي يتكلف بإفراز الحليب يعني بتنشيطه. فالحلبة طبعا نستهلكها كحبوب يعني شيء بسيط جدا، لا يقدر الناس على ملعقة كبيرة من الحلبة، وعلي من أراد أن يستهلك ملعقة كبيرة فجيد، من أراد أن يستهلك أكثر فجيد، علي ماشي مشكل. لكن المعروف أن هذه الحبوب لا تستهلك بكمية كبيرة. الحلبة ممكن أن تضاف إلى الحريرة وإلى الشوربة وإلى الكسكس والرفيسة، وإلى ممكن أن تضاف إلى كثير من الأطباق، ولكن النساء كيعرفوا غير يعني لا يعرفنا يعني استعمال الحلبة إلا الرفيسة أو يدقوها ويشربوها، وهذا خطأ. يجب أن تستهلك مع المواد الغذائية، وأن لا تدخل في خلطات العلاج لكي لا يصدق الناس بعد الأكاذيب وبعد التضليلات. فمكونات الحلبة من الناحية العلمية أن فيها يعني بروتينات يعني غنية بالتريبتوفين، حمض التريبتوفين، ولكن الكمية التي نستهلكها لا نحصل على كمية التريبتوفين الكافية للجسم. هي غنية نعم، ولكن لا نستهلك 200 غرام الخبز مثلا أو القطاني أو سمك أو حاجة كذا، نستهلك 100 أو 200 غرام، هناك من يستهلك أكثر، لأن الكمية الحبوب يعني كمية الخبز، كمية الطحين، كمية الدقيق يعني المحسوبة على المغرب مثلا هي 450 غرام للفرد في اليوم. 450 غرام يعني نص كيلو ديال الدقيق القمح في اليوم، يعني هذه كمية تعطيك مغذيات، يعني ولو أن البروتين يوجد على 10 أو 11% في هذا الدقيق، فالكمية التي تستهلك هي تعطيك أكثر من 50 غرام من البروتين جيد. يعني الخبز يعطي بهذه الكمية، يعطي الكمية الكافية من البروتين للجسم. لكن الحلبة نستهلكها بكمية ضئيلة، حبوب الكتان، حبر شاد، أشياء هذه نستهلكها بكمية ضئيلة، ولكن لذلك رغم أنها غنية بالتريبتوفان ورغم أنها غنية بالأملاح المعدنية، ولكن لا نتكلم عنها لأنها يعني الكمية التي نستهلك يعني لا تأتي بكمية كبيرة من هذه الأملاح المعدنية ومن هذه الحمضيات الأمينية. لكن هناك أشياء لا يحتاجها الجسم إلا بقلة قليلة، وقوة الحلبة تكمن في التريغونيلين، واحد فلافونويد، هذا التريغونيلين موجود، هو علي وفيتوستروجين، وموجودة كذلك في الجالاكتومانان. الألياف الغذائية التي توجد في الحلبة هي غذاء ألياف مميزة لا توجد في الطبيعة، توجد في هذه الحبوب، في حبر الشاد، في الحلبة، في الجالاكتومانان. وهذا الجالاكتومانان هو يعني سكر مركب، وهذا السكر المركب اللي فيه الجالاكتوز يعني الجالاكتومانان بهذا الشكل هذا، فهو يعطي مادة هلامية داخل الجسم، وهذه المادة الهلامية هي التي يعني تحفظ الجهاز الهضمي، ربما تضمد هذا الجهاز الهضمي، ربما يعني تقي من حموضة المعدة وهذه الأشياء، هذه المغص والألم التي يحس بها الناس يعني في الجهاز الهضمي. وهذه الحلبة كانت في العصور القديمة، هناك من يعني يحفظ 6000 سنة قبل ميلاد المسيح، هذه 6000 years before Christ، هذا الرقم يجب أن ينساه الناس، يعني كل الناس يعني يعززون المقدمات ويعززون تأريخ بعض الأشياء، هذه 6000 سنة قبل المسيح، يعني كل الناس يكتبون 6000 سنة قبل المسيح، من كان حياً من عرف أن 6000 سنة قبل المسيح ولا حتى مليار سنة قبل المسيح، هذا رقم يعني هكذا سقط من السماء
وأنا لم أكتبه في حياتي، ولم يعني إذا كتبته فأكتبه لأبين للناس بأن هذا الرقم خاطئ. ويعني الناس من يشوفوا الكتابات غادي يلقاو بأنني كتبت على الحلبة بأنها أكثر من 6000 سنة قبل المسيح، إنها وجدت لما يعني نزل سيدنا آدم إلى الأرض. كل هذه الأشياء وجدت لما نزل سيدنا آدم إلى الأرض، لأن كان الكون كله مخلوق بتمام، وليس ظهرت أشياء هكذا، يعني إلا الأشياء التي يعني أفسدها الإنسان بيده. فهالحلبة كانت تباع وزنا بوزن بالذهب في عصور ماضية، كانت توزن بالذهب يعني لقيمتها، ويعني هي ليست قليلة. المغرب من البلدان المنتجة للحلبة، وهذه هي المشاريع التي يجب أن تشجع. منطقة الشاوية مثلا، عندنا في سطات منطقة الشاوية منطقة هي خزان لإنتاج هذه الحبوب، أكبر خزان في المغرب لإنتاج هذه الحبوب. منطقة يعني سطات من ولاد بوزيري، يعني من حد مزورة حتى الولاد سعيد، حتى القدانة خميس قدانة، ويعني حتى الولاد حريز، يعني حتى الجمعة الولاد عبو ومشيو حتى البن حمد، يعني سالة هذه كلها منطقة تنتج هذه الحبوب بكثرة. يعني هذه حبوب الكتان والحبة السوداء والحب رشاد والحلبة وسمسم قصب التادلة، يعني هذه المنطقة الكبرى في الإنتاج هي قصب التادلة. يعني هذه مشاريع يجب يعني أن 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 ينظر إليها يعني وأن تشجع، لأننا الآن نشجع الذرة للأبقار ولا نشجع هذه الحبوب لتغذية الإنسان. هذا تناقض كبير عندنا في المشاريع في وزارة الفلاحة. فهذه الحلبة تريغونيلين، لماذا؟ لأن هي اسمها العلمي تريغونيلا. فتريغونيلين هذه المكون لا يوجد إلا في الحلبة، لا يوجد في أي مكون غذائي آخر على الطبيعة في الطبيعة. فالتريغونيلين ثم الجالاكتومانان، هذو هما المركبات القوية في الحلبة، وأن لا يتفضل أي شخص عليكم. بعض الناس يقولوا بأن الحلبة جيدة لأصحاب السكري. نعم جيدة لأصحاب السكري، ولكن لا تعالج السكري، باش ما نكذبوش على الناس. هي جيدة في تغذية المصابين بالسكري، الناس اللي عندهم السكري النوع الأول والثاني، أن تكون الوجبات الغذائية فيها الحلبة. أما يعني أننا ننقع الحلبة في الماء ونشربها في الصباح ثم أنها عوض الأنسولين نأخذ الحلبة أو عوض الأقراص، فهذا كذب على المرضى وكذب على الناس. جيد الحلبة ربما يعني مع النظام الغذائي المتكامل، وليس الحلبة. لما يتوقف الناس عن الدهون المشبعة من الحيوانات، اللحوم، كل اللحوم، بعض المرضى يسمعوا الطبيب قال لي يعني لا تأكل اللحوم، يمشوا يأكلوا الدجاج والديك الرومي، وهذه أكبر مغالطة وأكبر كذبة، ولقد وضحناها. ممنوع اللحوم يعني ممنوع الدواجن والحيوانات. الحيوانات الدواجن هي لحوم، وهي لحوم ربما فيها كوليسترول ودسم مشبع أكثر من الخروف وأكثر من البقر، باش الناس يفهموا ما بقاوش مغالطات. فهذه لما يمتنع الناس عن اللحوم ثم يأخذون وجبات غذائية فيها سمسم وفيها حبوب الكتان وفيها حلبة وفيها زيت الزيتون وفيها بوليفينولات وفيها ألياف غذائية وفيها نبات جيد وفيها خضر وفيها مضادات الأكسدة، طبعا هناك السكر النوع الثاني اللي ممكن يمشيوا بهذا النظام تحت المراقبة، وممكن في الأخير إن شاء الله إذا عرفوا كيف يتعاملون مع السكر جيد. ذلك ما نريد، يعني الغاية هي أن الناس يعيشون بسلام. الحلبة قوية بالجالاكتومانان وبتريغونيلين، هذه المكونات فيها الكولين، فيها الجونسيانين، فيها الأبيجينين، فيها الأوريونتين، فيها أشياء سابونينات، مواد سابوجينية، يعني فيها السابونينات بكثرة، فيها أشياء أخرى عليين باش هنا ماشي ليس لأن الإنسان يحفظ واحد المكون ينسى المكونات، نحن نحفظ كل المكونات، ولكن نبين للناس المكونات القوية. هي هذه فيها الكولين، ولكن فيها تريبتوفان، فيها أشياء، ولكن الكمية التي نستهلك ليست مهمة، لا تأتي يعني بكمية يعني كافية للجسم. ولكن الجالاكتومانان والتريغونيلين وهذه الفيتوستروجينات يحتاجها الجسم بكمية ضئيلة، فهي تفي يعني هذا الجسم بهذه الأشياء إذا كانت مستنبتة تزيد هذه المكونات والفيتوسترولات. هذه الحبوب كلها يعني السمسم وحبوب الكتان والحبة السوداء والحب الرشاد والحلبة، هذه مكونات الفيتوستروجين ومكونات الفيتوسترول. هذه لا نستهلكها من أجل البروتين ولا من أجل السكريات ولا دهون، هذه مكونات نستهلكها من أجل الهرمونات الطبيعية التي خلقها الله هذه المكونات، ونستهلكها من أجل هذه الفيتوسترولات والفيتوستروجينات، هذو الاثنين. بعض الألياف الغذائية بعضهم جيد، مثل الجالاكتومانان جيد. لماذا الحلبة تساعد أصحاب السكري؟ لأنها تحتوي على حمض الكاتر هيدروكسي إيزولوسين، الكاتر هيدروكسي إيزولوسين، وهذا الحمض هو الذي ينشط الخلايا بيتا في البنكرياس لتنتج الأنسولين. ألين هو بريكيرسر، هو الجزيئة التي تأتي منها الأنسولين، هذا هرمون للأنسولين. ولذلك هي نعم هي جيدة وليست تعالج
جيدة لأصحاب السكري، تنفع أصحاب السكري. هذا يجب أن يأخذ الناس الأشياء على هذا الشكل. أصحاب السكري، أمراض القلب الشرعي، الخلل الهرموني عند النساء، ثم الجهاز الهضمي. الحلبة قوية في هذه الأشياء تساعد الناس باش الناس ما يدخلوش في مغالطات وفي أكاذيب. أنا تعالج أنني عندي خلطة سحرية، ليس هناك خلطة سحرية. الحلبة تدخل في النظام الغذائي الناس ويعيشوا بسلام، ولا يتفضل عليهم أي أحد، ولا يصرفوا أموالهم. يعني باش الناس نكونوا واضحين معهم ونكونوا صادقين مع الأشياء من أجل الأمانة العلمية. فنحن نعطي المكونات العلمية، المكونات العلمية يعني التحليل المخبري، وهذه المكونات العلمية لا يمكن أن يتكلم عليها أحد خارج تخصص، لا يمكن، من المستحيل، لا يمكن أن يتكلم عليها عن وجودها وأهميتها وكذلك التركيز الذي تعمل به، لا يمكن، سيفتضح. أما من يقول أن الحلبة جيدة وجيدة 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 وجيدة، نعم، علي أي شيء في الأنترنت، دخل شبكة العنكبوتية، يعني أي شيء هو مهم ويحيي الموتى، يعني جميع الأمراض يعالجه. هذه مغالطات. يعني نحن نوضح للناس هذه الأشياء، النظام الغذائي، وسنتكلم في الأخير عن هذا النظام المغاربي اللي كانوا كيعيشوا به إخواننا في كل شيء، هذه الدول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، هذه المنطقة يعني هي منطقة الأطلس شمال إفريقيا، هذه البحر الأبيض المتوسط، هذه الدول كانت تعيش بأحسن نظام غذائي في العالم. طبعا هناك دول شرقية، احنا علينا دول مصر والدول العربية كلها، الأردن ولبنان والعراق وكذا الآخرين، من العربية السعودية، هذه الدول كلها من شبه جزيرة العرب، دول الخليج يعني الشام والحجاز الاثنين هذو، زائد يعني حتى ما وراء مصر حتى السودان. يعني فهذه الدول عندها نفس المعدات ونفس النظام الغذائي ونفس الأواني الطبخ، كانت يعني حتى المأكولات، هذه دول كانت تستهلك شعير، لحم الإبل وألبان هذا الإبل، كانت دول تستهلك الحبوب، يعني هذه الزرع اللي كان نسميه الزرع، وتستهلك بقوليات وقطاني، وتستهلك أشياء جميلة، وعندها طبخ جيد في أواني جيدة. هذه الدول كلها مشتركة في هذه. كمشوا الأواني من مصر، الأواني الخزفية الفخار، هذه الأواني الخزفية من مصر حتى لطنجة حتى المغربية نفسها، طرق طبح ولا طرق ترقيد الزيتون أو يعني تخليل الزيتون، وطرق الأشياء الحصول عليه هي نفسها، لا في لبنان ولا في المغرب ولا في الأردن ولا في أي دولة أخرى، هذه التغذية. لكن الامتياز يبقى لهذه الدول، لماذا؟ لأن هناك من توجد بعض الإخوان أخذوني بأنني أتكلم عن الدول المغاربية. نعم، أنا أتكلم عن الدول المغاربية لأن عندها منتوجات بكثرة، وهي دول فيها ما أكثر من دول شرقية فقط. أما بالنسبة للتغذية والطبخ فهو نفس التغذية، بالعكس، والدول الشرقية كانت تغذيتها أبسط من تغذية الدول العربية، دول المغرب العربي كانت تغذيتها بسيطة جدا. لما كانت هذه التغذية بسيطة كان الإنسان يعيش بسلام. لما تعقدت هذه التغذية وأصبح فيها جانك فود والفاست فود، وأصبح فيها زيوت مصنعة ومهدرجة ومكررة، أصبح فيها سكريات ليست سكريات، وأصبح فيها أشياء مشروبات غازية، وأصبح فيها بسكويتات وشوكولاتات، وأصبح فيها أشياء هذه لحوم بيضاء وحمراء وخضراء وصفراء تدخل من أخر. طبعا هذه لم تبقى هناك تغذية عربية، أصبحت تغذية غربية مستوردة. ولذلك نحن نوضح للناس، يعني الإخوان يأخذون على بعض الأشياء، ولكن نحن نتكلم عن حقيقة الأمر حتى من المنطقة الجغرافية. فهذه الأشياء، فهذه الحلبة هي معروفة، استهلاك الحلبة عند العرب معروف جدا في الدول كل هذه اللي معروفين. مع الأسف يعني بدأ الناس يتجاهلونها، بدأ الناس لا فيها رائحة وأنها تخرج بعض الأشياء صفراء. نعم جيدة، لأن الجالاكتومانان هو ينظف الجهاز الهضمي، نعم، هي طاردة للأشياء من الجسم، هي داخلة في الديتوكس، هي داخلة في هذه الأشياء، هي جيدة، وهي ضابطة للهرمونات، هي ضابطة للهرمونات وضابطة، لما نقول ضابطة للهرمونات ضابطة لفيزيولوجيا الجسم وضابطة للأنزيمات. هذه الحلبة ممكن أن يستهلكها الناس مباشرة، ممكن أن يأخذوها معهم في جيوبهم، شيء من الحلبة في جيبك، وتأخذ حبيبات من الحلبة تمضغهم وتبلعهم. ممكن كانوا الناس، علينا، أنا أتذكر كان الناس يحملون معهم الحلبة في جيوبهم، يعني يأخذ أو في سيارتك أو في مكتبك أو في أي شيء، هذا لا بأس، لأن الناس الآن يتحشمون من هذه الأشياء، يتحاشونها، يقول لك أنا أستهلك الحلبة، ولكنه عنده شوكولاتة وعنده يعني حلويات في مكتبه، ما عندهش حلبة في مكتبه. يعني حلبة، أظن أن الحلبة بالنسبة لصحتك الآن، إذا كان عندك سكري نوع ثاني، وإذا كان عندك مغص في الجهاز الهضمي، إذا عندك سكري نوع، وإذا عندك مشكلة خلل هرموني عند النساء ومن آخره، أن الأولى أنك تستهلك هذه الأشياء، حبيبات في اليوم، يعني مرات تضعهم في فمك وتمضغهم وتبلعهم، كنظن أحسن من هذه الأشياء الحلوة. هذه الأشياء هي حلوة في اللسان ولكنها مرة بالنسبة لصحتك إن شاء الله. نكتفي بهذا.